اتنين، هيلاري كلينتون تعاني فقدان الذاكرة وتمسك الحقيبة النووية. اتكلمنا قبل كده حوالين المعاناة الصحية للسيدة هيلاري كلينتون الرئيسة المحتملة لأمريكا. إنما الجديد إنه FBI تبقى لمحطة سكاي نيوز بتقول FBI إن هيلاري كلينتون أو جهاز FBI بيقول إن هيلاري كلينتون بتعاني فقدان جزئي للذاكرة. كلنا عارفين لأنه ده معلن ومنشور إنه 2012 كان في ارتجاج في المخ عند السيدة هيلاري كلينتون الرئيسة المحتملة لأمريكا. في كلام عن حادث سقوط تاني داخل طائرة أدى إلى ارتجاج تاني في المخ فيما بعد. إنما في كل الأحوال ترامب بتكلم على إن هيلاري كلينتون مصابة بفقدان ذاكرة وإنها عاجزة عن إدارة مهامها وما إلى ذلك، وتكلمنا عن ده قبل كده، كلام ترامب، كلام جولياني، كلام آخرين. إنما الجديد إن الأول مرة FBI كجهاز كبير جدا يتكلم عن فقدان جزئي للذاكرة بالنسبة للسيدة هيلاري كلينتون الرئيسة المحتملة لأمريكا. لما كانت وزيرة خارجية كان واضح تماما إن هي بتقعد ساعات قليلة في وزارة الخارجية، مكانتش بتقدر صحيا تقعد مدة طويلة في الوزارة. الأمر الثاني إنها استخدمت الإيميل الشخصي بتاعها علشان تبعت حاجات تخص وزارة الخارجية. في تفسير لذلك الآن إن هو كان فقدان جزئي للذاكرة، إنها نسيت، إنما تعرفش ونسيت تماما إن ده الإيميل الشخصي وبعتت منه حاجات باسم وزارة الخارجية أو حاجات مهنية رسمية على الإيميل الشخصي. السؤال الآن بعد كلام FBI، وإذا تجاوزنا كلام ترامب وجولياني والآخرين، الرئيسة كلينتون هيبقى في ده الحقيبة النووية، والحقيبة النووية ديت اللي بزرار واحد تضيع دول وتضيع قارات، وبزرار واحد أيضا ممكن يدخل العالم في حرب نووية يضيع الكوكب بكامله، لا دول بقى ولا قارات. هل والسيدة هيلاري كلينتون بيقول FBI كما نقرت سكاي نيوز إن عندها فقدان جزئي للذاكرة، هل يأمن العالم وتأمن أمريكا إن الحقيبة النووية تكون في إيد الرئيسة المحتملة هيلاري كلينتون؟ وماذا لو إن الفقدان الجزئي للذاكرة أدى أو أثناءه تم استخدام الحقيبة النووية؟ ماذا لو تم استخدام الحقيبة النووية وقت الفقدان الجزئي للذاكرة؟ ده مش فقدان جزئي لشخص عادي ولا حتى لسياسي عادي ولا لرئيس عادي في العالم، إنما أخطر دولة في العالم وأعلى منصب في العالم. هل يأمن العالم وتأمن أمريكا حين تكون هيلاري كلينتون رئيسة أمريكا تعاني فقدانا للذاكرة وتمسك بيدها الحقيبة النووية؟ سؤال للمستقبل.